مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة مادة اللغة العربية. اليوم عنا نص مسموع بعنوان الحمامتان والسلحفات. يحكى أن حمامتان جميلتان قررتا السفر والابتعاد عن الغدير الذي عاشتا إلى جانبه طويلا بسبب شح الماء فيه. فحزنت صديقتهما السلحفات وطلبت منهما أن تأخذاها معهما، فأجابتها الحمامتان بأنها لا تستطيع الطيران. بكت السلحفات كثيرا وتوسلتهما بأن تجدا طريقة لنقلها معهما. فكرت الحمامتان كثيرا وقررتا حملها معهما، فأحضرتا عودا قويا. أمسكت كل واحدة منهما به من طرف وطلبتا من السلحفات أن تعض على هذا العود حتى تطيرا بها، وحذرتاها من أن تفتح فمها مهما كلف الأمر، لأن ذلك سيؤدي إلى سقوطها. وافقت السلحفات على ذلك ووعدتهما بأن تنفذ ما طلبتاه منها، وطارت الحمامتان فوق الغابة إلى أن رأى بعض الناس الحمامتين والسلحفات، فقالوا: يا للعجب، حمامتان تحملان سلحفات وتطيران بها؟ لم تستطع السلحفات تمالك نفسها فقالت: فق الله أعينكم، ما دخلكم أنتم؟ فسقطت بعد أن أفلتت العود من فمها وتكسرت أضلعها، وقالت باكية: هذه هي نتيجة كثرة الكلام وعدم الوفاء بالوعد. هذه كانت قصتنا طلابي لليوم. ما عليكم إلا أنكم تستمعوا لهذه القصة وتجيبوا على هذه الأسئلة اللي رح أقرأ لكم إياها. من هم شخصيات القصة؟ لماذا بكت السلحفات؟ ماذا قال الناس عندما رأوا الحمامتين والسلحفات؟ ما العبرة من قصة الحمامتان والسلحفات؟ خلينا كمان نتعرف على بعض الكلمات وأضدادها: حزين سعيد، بعيد قريب، صلب سائل، نظيف متسخ، ليل نهار، مستيقظ نائم، قبيح جميل، يأخذ يعطي، خروج دخول، ممطر مشمس، قديم جديد، ضعيف قوي، قصير طويل، ظلام نور، صوت مرتفع صوت منخفض، نحيف سمين، ثقيل وخفيف. هيدي كانت قصتنا اليوم وبعض الكلمات وأضدادها. تواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم بعد حل الأسئلة. باي.